بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. أولادي، أبنائي وبناتي، أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس الفنية التجارية، نظام 3 سنوات، أقدم لكم حلقة في مادة محاسبة شركات المساهمة. وعلى فكرة المادة دي كمان في مدارس التعليم والتدريب المزدوج شعبة مساعد فني إداري. فالمادة دي مشتركة بين التعليم التجاري وبين التعليم والتدريب المزدوج. الناس اللي هي بتتعلم يومين وبتتدرب في المصنع بقالها 3 أيام، فالمادة مشتركة ما بينكم أنتوا الاتنين. شعبة سوق المال عندنا في التعليم التجاري، وفي التعليم والتدريب المزدوج اللي احنا بنوجع عليه برضو شعبة مساعد فني إداري. فالمادة دي مشتركة هنا وهنا، وامتحانها دايما واحد والمنهج واحد. الحلقة اللي فاتت أنا عرضت عليكم تمرين على صور الاكتتاب ورد الزيادة، وقلنا في حالة السداد القيمة الإسمية مرة واحدة من حساب البنك لحساب المؤسسين، من حساب المؤسسين إلى حساب رأس المال، ومن حساب البنك لحساب المكتتبين، ومن حساب المكتتبين إلى حساب رأس المال. وعند رد الزيادة بترد الزيادة بالنسبة للمكتتبين. هم اللي بيكتتبوا الزيادة، اللي بيكتتب الزيادة المساهم اللي هو الجمهور، لان هو اللي بعيد عن حال الشركه. انما اللي جوه الشركه رجال الاعمال اللي هم المستثمرين اللي هم اصحاب المال والاعمال المؤسسين ما بيكتتبش بالزياده، دايما دول كفهم قد صدهم، دول على طول بياخدوا يكفيهم الاول. طبعا انت عارف ان لهم حد اقصى ولهم حد ادنى، زي ما انا فهمتك قبل كده في التمارين. حد اقصى طبعا للمؤسسين 75%، حد ادنى 50%، انما الجمهور حد ادنى 25% وحد اقصى 50%. في تمارين بتقول لك كده في الكتاب، حد اقصى وحد ادنى، ما تخافش، عادي عادي ما يهمكش. حد الأقصى للمؤسسين 75%، حد الأدنى لهم 50% للمؤسسين، إنما الجمهور حد الأقصى 50% والحد الأدنى 25%، عشان تبقى ده معلومة عامة لجميع الطلبة علشان يعرفوا الدنيا ماشية إزاي. أحسن في تمارين تقابلك حد أقصى وحد أدنى، ما تخافش. المهم الحلقة اللي فاتت احنا اتفقنا على ان النهاردة هنسدد القيمة الاسمية على اقساط، ولكن في حالة رد الزيادة مش هحجزها. ما انا قلت لك الزيادة دي بنتصرف بها بحاجة من الاتنين، اما تحجز لسداد اقساط تانية، يا اما ترد لاصحابها. ومين اصحابها؟ اللي هم المكتتبين او الجمهور. فانا عرضت قدامك التمرين وقلت لك فكك التمرين كده، في 5 دقايق هتلاقي التمرين ماشي معاك زي الفل. رأس المال جاي لي النهاردة في صورة 80,000 سهم، والقيمة الاسمية 50 جنيه. قلت لك اضرب انا 80,000 سهم في 50 جنيه، انا مش هستخدم الحزمة على طول، ادي 4 أصفار و0، 5 أصفار و5 × 48 ادي 4 مليون جنيه، ادي على طول اسرع من الالة الحزمة. طيب بعدين التمانين الف سهم دول قصتهم ايه يا مستر؟ هقول لك. طب والخمسين جنيه بتاعت قصة الاكتتاب اللي هي القيمة الاسمية دي موضوعها ايه؟ موضوعها ان دي حاصل جمع الاقساط اللي عندي. قصة اكتتاب 25، تخصيص 10، القسط الاول والاخير 15. التمانين الف دول بقى عشان تبقى فاهم قصتهم، طبعا الكتاب هنا يعني جايب لك كده معلومة لهم هنشوفها مع بعض. انا هفسرها لك احسن من تفسيرة الكتاب كمان. ازاي؟ بص يا سيد، انت هو على سبيل المثال ادي 80,000 سهم قدامك اهي، عبارة عن جزئين، المؤسسين والمكتتبين. تعودنا على كده. المؤسسين كتبوا في كام؟ وطبعا الاكتتاب والاصدار للمؤسسين 1. المكتتبين اللي هم الجمهور اللي هو احنا بقى، احنا الناس الغلابة اللي رايحين بقى الحق يا جماعة فسمك كله بقى طوابير راحة بقى، وراجل عمال يصرف في بونات في بونات في بونات. المهم تلاقي ربع الناس يا عيني معاهم بونات والسمك خلص، يعمل ايه؟ يرد لهم حقهم اللي هو رد الزيادة. كلمة رد الزيادة، يبقى رد الزيادة بالنسبة للجمهور اللي هو احنا، لان احنا اللي بعيد عن الشركة واحنا اللي بنطلب.
انما المؤسس رجال الاعمال اللي هم جوه الشركه وعارفين حال الشركه وعارفين نظامها ايه. طبعا انت بتساهم في الارباح بعد كده، بتاخد نصيبك في الارباح، في حاجه اسمها مشروع توزيع الارباح هنسمع عنه قدام شويه ان شاء الله بس ما نخلص براحتنا. فانت لو بصيت هنا ادي كاف واصدار وايه المؤسسين اكتتبوا في 50,000 سهم. انا حبيت اعرض بس التمرين قدامك على ايه، على الشاشه. والاصدار يبقى كام برضو؟ 50,000 سهم. ده الشق الاولاني بتاع مين يا جماعه؟ المؤسسين. تاني كتبوا على كام؟ 50,000 سهم. يبقى كفهم قد صدهم وصفر الفرق بينهم. يعني ايه صفر الفرق بينهم؟ مش غنيه ودي ولا حاجه، لا ده انا بحفظها لك علشان ما تنسهاش. المؤسسين كفهم قد صدهم، الاكتتاب قد الاصدار، 50 قد 50 وصفر الفرق بينهم، يعني 50 ناقص 50 بصفر. ماشي خلصنا منها دي. طيب تم طرح الباقي للجمهور. المؤسسين خدوا من ال 80 50، يا جمهور تعالى عندنا اسهم. عندنا كام بقى تفتكر بتاع الجمهور؟ 30. الجمهور جاي كله جاي، خد يا عم استماره واكتب، وخد استماره واكتب الاسهم انت عايزها واكتب واكتب واكتب. لمينا الاستمارات من الناس، لقينا الناس كتبوا على 40,000 سهم. 40,000 سهم. يبقى هنا كفهم اكبر من صادهم، والزياده الفرق بينهم الزياده كام؟ 10,000 سهم. سهله جدا. سهله جدا جدا اهي بقى، فككت لك كل حاجه خالص على الاخر اهو. يبقى المؤسسين كافهم قد صادهم وصفر الفرق بينهم. المكتتبين لا، كافهم اكبر من صادهم والزياده الفرق بينهم. ايه كافهم دي؟ كافهم اللي هو اللي اكتتبوا فيه المكتتبين، والاصدار اللي هم المخصص لهم، وزين اللي هي الزياده. يبقى لما يكون الاكتتاب 40 والاصدار 30، يبقى هنا بقول لك كافهم اكبر من صادهم، والزياده الفرق بينهم 40 ناقص 30 بكام؟ ب 10,000، يبقى ده 10. خلاص خلصنا من ايه؟ من الارشادات دي كلها. تعالى بقى نشتغل بقى يا سيدي. بص يا سيدي، قصه الاكتتاب لوحده، قصه الاكتتاب لوحده في الحاله دي خمس قيود، اسمه قصه الاكتئاب، قصه المشاكل. او طلعت منه اللقصات التانية قلبها طيب وجميل قوي. ده القصه ده قدام شويه هتلاقي ايه؟ هتلاقي بقى معاه علاوه اصدار، وهتلاقي معاه مصاريف اصدار وكلام كلام جميل هنشوفه بعد، ما تخافش يعني ما تخافش. المهم ده قصة المشاكل، ولا مشاكل ولا حاجة، ده انت بتعمل منه خمس قيود زي الباشا، بالذات ان يكون تمرين مشترك فيه مؤسسين وجمهور. على سبيل المثال تعالى معايا كده، شوف يا سيدي، انا هقول لحضرتك ايه الدنيا ماشية ازاي في التمرين قدامك اهو. اقرأ معايا. من حساب مين؟ البنك. الى حساب مين؟ قصه الاكتتاب. اشرح القيد. انا قلت لك ابو شعر احسن من الله اقرع، يعني لازم تشرح القيد. هتقول الاكتتاب، حدد من فضلك بعد اذنك. المؤسسين في كام؟ 50,000 سهم. في كام قيمه قصه الاكتتاب؟ 25 جنيه. فالطالب قاعد معايا يقول لي خلاص يا مستر بقى ما انت حفظتها لنا، هنحط الاربع اصفار وخمسه ب 25 ب 125، يبقى دي مليون وربع. ماشي يا سيدي برافو عليك. خلاص بقى الطلبه حفظت، الطلبه فهمتني بقى وحفظت 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 مني كويس قوي قوي، هتعمل ايه؟ يبقى دي اول نقطه، مليون وربع بالنسبه لقصه الاكتتاب. القيد الثاني من حساب قصه الاكتتاب الى حساب راس المال. اصدار، اصدار مين؟ 50,000 سهم. واحد يقول لي اصدار المؤسسين، لا ما هم عارفين هم القيدين دول بتوع المؤسسين، انما هو انا ببيع مؤسسين. اصدار 50,000 سهم. اصدار يعني تمليك، تخصيص، تقسيم، توزيع، انما اكتتاب معناها طلب او شراء. انا بحفظك الالفاظ دي عشان خاطر ما تتعبش، يعني اكتتاب طلب او شراء، اصدار اللي هو التخصيص او التمليك او التقسيم او التوزيع. 50,000 سهم في كام؟ في 25 جنيه، يبقى ده اربع اصفار، ودي 125 ودي 125. القيدين دول قصه اكتتاب المؤسسين. طب ما تيجي بقى تعملهم لي مع المكتتبين، هل هيبقوا قيدين ولا ثلاثه؟ لا ثلاثه، لان المكتتب كتتب بالزياده. تعالى كده نشوف، قرر نفس الحكايه من حساب قصه الاكتتاب
إلى حساب مين؟ إلى حساب رأس المال، وإلى حساب المكتتبين؟ إلى حساب رأس المال. وقبل منه من حساب البنك إلى حساب قسط الاكتتاب. الله، ده انت قلتلنا قيدين اهو. القيد الاولاني ان البنك الى حساب قسط الاكتتاب، ده اكتتاب. القيد الثاني من قسط الاكتتاب الى حساب راس مال الاسهم الايه العاديه اللي هو بتاع. الله الله الله، ده بس اللي بيفرق شرح القيد. في القيد الاولاني اكتتاب الجمهور، كتبوا على كام الجمهور؟ 40,000 سهم في قيمه قسط الاكتتاب كام جنيه؟ 25 جنيه. فطلب انا سامعه اهو بيقول لي مستر ده 4 اصفار اهو، مطوى 4 ب 25 ب 100، يعني مليون. ماشي يا سيدي، يبقى الجمهور طلب كام؟ كتب على كام؟ على 40,000 سهم، يعني دفع خدنا منه مليون جنيه. المفروض ناخد منه كام؟ خلي بالك معايا، من قسط الاكتتاب الى حساب راس المال اصدار صاد. ما انا قايل لك اهو، كتب على 40 واحنا اصدرنا له كام؟ 30. يبقى 30,000 سهم في 25، يبقى نزل يا سيدي 4 اصفار و3 ب 25 ب 75 يا مستر، يبقى دي 750,000. الله، لا ده احنا لمينا من الناس ديت، لمينا منهم ربع مليون جنيه زياده، يبقى يترد لهم، مش هنقبل حاجه على نفسنا، تترد لهم. وقيد رد الزياده عكس قيد الاكتتاب. اذا كان قص قيد الاكتتاب بيقول ايه؟ من البنك الى قص الاكتتاب، ما هو انت شيء طبيعي زي ما انت اتعلمت زمان من سنه اولى، البنك ده يعتبر ايه؟ حساب حقيقي. إن قال لك بنك القاهرة، بنك اسكندرية، بنك أهلي، يبقى شخصي. إنما قال لك بنك وسكت، تعتبر خزنة. خزنة أو صندوق حقيقي، بيزيد يبقى مدين، بينقص يبقى إيه؟ داين. بيزيد إمتى؟ لما بحصل. بينقص إمتى؟ لما بدفع منه. يبقى هنا من حساب قسط الاكتتاب إلى حساب البنك. إلى حساب مين؟ البنك. وهتقوم تقول لي رد الزيادة، أنت بترد الزيادة ما بتحجزهاش. الحجز هنشوفه في حلقات تانية إن شاء الله. النهاردة أنا معاك على إن فهمك بس رد الزيادة، إنما الحجز اللي قاعدة معاكم فيها إن شاء الله كده هفهمها لك. أنت بتقول لها تقيلة، لا تقيلة ولا حاجة، سهلة وزي الفل إن شاء الله. رد الزيادة عن 10,000 سهم في 25 جنيه، يبقى دي ربع مليون جنيه، 250,000 يعني. أحسن طالب يقول لي ربع مليون ما أعرفش أقراها، لا 250,000 جنيه، هو ده ربع مليون جنيه، يعني 25 قدامها 4 أصفار. رد الزياده لمين؟ للمكتتبين. فالطالب قاعد معايا يقول يا سلام، ده العمليه بقت سهله جدا، قص الاكتتاب كده بقى 5 قيود وحفظناهم، 2 مؤسسين و3 للمكتتبين. اقول لك برافو عليك يا ابني شاطر. فطالب قاعد معايا يقول لي طب يا مستر، بقى بعد اذن حضرتك لما نيجي للاقساط الثانيه، انت علمتنا ان في قسط تخصيص وفي قسط اول وفي قسط اخير وكده. قلت لك ايوه تمام، وقلت لنا ان كل قسط من دول له كم قيد؟ قيدين. قسط التخصيص له قيدين، طلب وتحصيل. انا مش عايزك تحفظ، عايزك تفهم. قلت لك المره اللي فاتت عند الطلب القسط مدين وراس المال داين. شوف، عند الطلب القسط مدين ومدين يعني من حساب، داين يعني الى حساب. قسط الاكتتاب خلي بالك بقى، قسط التخصيص اهو، عند الطلب القسط مدين ورأس المال داين، يبقى من حساب قسط التخصيص الى حساب رأس مال الاسهم العادية، رأس مال الاسهم. فطالب قاعد ما يقول لنا طلب كام بقى؟ هل هنشتغل على بتاع المؤسسين اللي هم 50، ولا هنشتغل على المكتتبين اللي هم 30؟ لا يا حبيبي، ده انت هتشتغل، هتطلب حقك بقى كله، الخمسين والتلاتين بالتمانين كلهم. هتقول لي طلب 80,000 سهم في قيمة قسط التخصيص اللي هو قيمته كام جنيه؟ 10 جنيه. 80,000 في 10 جنيه، يعني 8 قدامها 5 اصفار، يبقى 800,000 جنيه. فطالب قاعد معايا بيقول ايه؟ ده انا ممكن اطلع بغنيه حلوه يا مستر هنا بقى، نقول ايه؟ الاكتتاب بيفرقنا والتخصيص بيجمعنا. شفت؟ الاسهم بتبيتين على حظها، تقول يا عيني علينا، الاكتتاب بيفرقنا والتخصيص بيجمعنا. كلام مظبوط، كلام صح. الاكتتاب فرقهم، خلى المؤسسين في ناحيه والمكتتبين في ناحيه، الاكتتاب بيفرق، انما التخصيص بيعمل ايه؟ بيجمع. الاكتتاب بيفرقنا والتخصيص بيجمعنا. هو ده الشغل، هو ده الشغل مظبوط.
اكتتاب فعلا فرقهم، من اكتتاب قصة الاكتتاب فرقهم. اللي جمعهم مين؟ التخصيص. جمع ايه؟ ال 50 وال 30 اللي هم تبقوا 80 على بعضهم، يعني 80,000 سهم في 10 جنيه. يبقى من حساب قسط التخصيص الى حساب راس مال الاسهم العاديه. طلب بعد اذنك اشرح القيد. انت وجهت القيد صح؟ اه هضربك تعظيم سلام. عايز تبقى فوق الطالب، تبقى فوق الممتاز بقى وتخش كليه التجاره مرتاح كده من غير معادله ولا غيره، اعمل اللي بقول لك عليه. اشرح 80,000 سهم في 10 ب 8 وقدامها 5 اصفار، وهنا نفس الحكايه. طيب عند التحصيل يا مستر هنقول ايه؟ خلي بالك انا فكرتك قبل كده وفكرك تاني. عند التحصيل البنك مدين والقسط داين. عند التحصيل البنك مدين والقسط داين، يبقى من حساب البنك الى حساب قسط التخصيص. وتلات كلمات او تحصيل قسط التخصيص اللي هو 800,000 جنيه. شفت؟ شفت العمليه ماشيه ازاي؟ شفت التخصيص بيقول ايه؟ تخصيص جمع الاسهم وضربت في قيمته. قيمته كام جنيه؟ 10 جنيه. قدامك على الشاشه اهو، من حساب قسط التخصيص الى حساب راس المال. طلب قسط التخصيص 80,000 سهم في 10 جنيه ب 800,000 جنيه، وبعد كده من حساب البنك الى حساب قسط التخصيص تحصيل 80,000 سهم في 10 جنيه. ما خلصناش، ده فاضل حاجه بقى اخيره ومهمه جدا، القسط الاخراني عشان ما يزعلش. القسط الاول والاخير، افرض جاب لك قسط اول لوحده وقسط اخير لوحده، ماشي. جميع الاقساط تطلب ثم تحصل. تطلب الاول، تطالب حقك الاول وبعد كده تحصل، باستثناء قسط الاكتتاب لازم يحصل في الاول. يا رب نكون فاهم النقطه دي كويس قوي. جميع الاقساط تطلب ثم تحصل باستثناء ما عدا قسط الاكتتاب، هو اللي بيحصل ثم يطلب. فهنا القسط الاول مثلا هقول ايه؟ من حساب القسط الاول الى حساب راس الايه؟ حساب راس المال. حول طلب الأول عن 80,000 سهم في قيمة القسط الأول. بس هنا بقى في التمرين جايب لك الأول والأخير مع بعض، ماشي. أنا بأفترض يا راجل إن ال 10 جنيه بتاعت ال 15 جنيه بتاعت القسط الأول والأخير ديت، افترض إن جايب لك قسط أول 5 والقسط الأخير 10، يبقى أنا مطلوب مني 4 قيود، القسط الأول قيدين والقسط الأخير قيدين. افرض جمعهم لي مع بعض حسب المعطيات في التمرين، انا مش بألف، حسب ما جيني في التمرين الكتاب او في الامتحان او حاجه زي كده، والله جاب لي الاثنين مع بعض قسط اول واخير 15 جنيه، يبقى هم قيدين لا محال. مفيش فيها كلام دي. جاب لي قسط اول لوحده قسط اخير لوحده، يبقى القسط الاول قيدين والقسط الاخير قيدين. طلب ثم تحصيل. فانا بقى افترض يا راجل، افترض ال 15 جنيه ديت الراجل قسمها لي، جاب لي القسط الاول مثلا 5 وجاب لي القسط الاخير 10، هنعمل ايه؟ هنقول اه القسط الاول له قيدين، طلب وتحصيل، من حساب القسط الاول الى حساب راس المال. من حساب ايه؟ القسط الاول الى حساب راس المال، وبعد كده من حساب البنك الى حساب القسط الايه؟ الاول. ولا تنسى التواريخ، وخلي بالك من تاريخ الاشهار في التمارين زي بالذات. ساعات يقول لك تاسست يوم 1/1 وتم اشهارها في 1/3، يبقى تلاقي التواريخ كلها جايه 1/3، عشان في طالب قاعد بيزعله النقطه دي. في طلبه كتير بيسالوني في الحته ديت، يعني يا مستر ده بيقول تاسست الشركه يوم 1/1 ونلاقي الحلول في التمارين مكتوبه 1/3. ايوه، ليه؟ انت ما كملتش قراءه التمارين للاخر. لو كملت قال لك وتم اشهار الشركه في 1/3، اشهارها يعني بقت قانونيه، بقت شركه قانونيه في 1/3، يبقى تعمل بتواريخ 1/3. معايا؟ يبقى القسط الاول يا جماعه الطلب بطلب في نص الشهر، التحصيل في اخر الشهر. اهو دايما مديك اهو 15/7 شهر 7 31 يوم، قال لك 31/7. طب القسط اللي بعده هو قال لي 15/10، يقول اي تاريخ يجي، بس المفروض 15/8، يعني الشروط تقدر تمشي ورا بعضها. احيانا في اخطاء في الكتاب ما لا غبار عليك انت، انما الامتحان ما فيش فيه اخطاء.
الامتحان بيتراجع كذا مرة، وبتراجع وبتراجع، ما بيبقاش فيه أخطاء إن شاء الله، بيبقى زي الفل يعني. الطبعات ساعات بقى فيها أخطاء. يبقى من حساب القسط الأخير، لأن القسط الأخير له كم قيد برضه؟ قيدين. القسط الأخير من حساب القسط الأخير إلى حساب رأس المال. ده طلب. طلب الأخير اشرح طلب الأخير عن كم سهم؟ 80,000 سهم. أوعى واحد يقول لي 50 ولا واحد يقول لي 30. لا، اللي فرقهم الاكتتاب واللي بيجمعهم التخصيص. من أول التخصيص كده بيبدأ يجمعهم. واللي بيفرقهم لمين؟ الاكتتاب. يبقى من حساب القسط الأخير إلى حساب رأس المال. طلب الأخير عن 80,000 سهم في قيمة الأخير عندي اللي هو مثلا يعني لو 10 جنيه يبقى 80,000 سهم في 10، 5 صفار يا مستر، 1 في 8 ب 8، بقى خلاص ما أنت علمتنا بقى خلاص. علمتنا إمتى نستخدم الآلة وإمتى ما نستخدمهاش، نستخدم العقل اللي دون ربنا. عفوا، يبقى هنا نفس الحكاية زي ما أنت شايف كده. 80,000 سهم في 10 جنيه ب 800,000 جنيه، وهنا 80,000 سهم في 10 جنيه ب 800,000 جنيه. وبعد كده تحصيل من حساب البنك الى حساب القسط الاخير. تحصيل القسط الاخير بنفس القيمه بنفس القيمه. عاوز تكتب الثلاث كلمات دول شرح قيد؟ والله حضر لك تعظيم سلام. عاوز تديني شرح وتقول لي بقى تحصيل الاخير عن 80,000 سهم في قد كده؟ هقول لك متشكرين. يبقى دي زي ما انت شايف حضرتك التمارين في حاله. لاحظ كده، نقول لك ايه في الملاحظه تحت، بيقول لك ايه، خلي بالك في الملاحظه دي، قص الاكتتاب له 5 قيود. نفس الكلام اللي انا شرحته، قلت لك قص الاكتتاب له كم قيد؟ 5 قيود. قص 2 للمؤسسين اللي هو اكتتاب واصدار، اللي هي كاف وصاد، زي ما قلت لك اللي هي كافهم قد صادهم وصفر الفرق بينهم، يعني الكتاب يعني بيلخص انا قلته تاني اهو معايا. وقيد الاكتتاب و3 قيود للجمهور، اكتتاب واصدار ورد الزياده. انا ما بحجزش زياده النهارده، انا برد الزياده لاصحابها يا جماعه. خلي بالك معايا عشان تعرف الدنيا ماشيه ازاي. عزيز الطالب ارجوك عشان خاطري ما تقلقش من اي حاجه ولا اي حاجه تقلقك، لان العمليه كلها سهله وبسيطه. وممكن ان شاء رب العالمين في حلقات جايه هقول لك الزياده دي تتعالج ازاي. النهارده الزياده مثلا كام قدامنا؟ 250,000 جنيه معايا. بالنسبه للجمهور الزياده عنده، الجمهور كنا عملنا قد ايه؟ قلنا ادي المبلغ بتاعي ادي 40,000 مكتتبين، والزياده كانت عندي 10,000 سهم. 10,000 سهم في قيمه قسط الاكتتاب في 25 جنيه، يبقى قلت لك انا 250,000 جنيه. دول انا ممكن استخدمهم في اقساط تانيه، يعني ممكن ما اردهمش لاصحابهم. الحاله اللي انا بشرحها لك النهارده رد الزياده وقيد رد الزياده، قلت لك عكس قيد الاكتتاب. انما لو اتحجزت بقى، لو اتحجزت يبقى هتعمل لي 4 قيود بس. 4 قيود لقسط الاكتتاب، يعني اقصد قسط الاكتتاب هيبقى له 4 قيود. ايه هما؟ 2 مؤسسين و2 جمهور. والزياده تفضل حاجزها. لما تيجي تطلب قسط التخصيص، لما تيجي تطلب قسط التخصيص هتعمل ايه في الزياده، في حجز الزياده؟ انا بطلب التخصيص اهو، لما اجي احصله هحصله وهكون انا حاجز عندي قيمه الزياده وحصل الفرق. طبعا الكلام ده هنشوفه ان شاء الله في تمارين الحصه اللي جايه عشان ما اضيعش وقتكم. واتمنى كده ان انا اكون اسعدتكم بالماده دي ان شاء الله، وربنا يوفقكم جميعا، واشوفكم المرحله الجايه على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.